من أجل التنوع البيولوجي هنا بمنطقة دكداك بعين معبد بالجلفة، تم إطلاق أكثر من 300 طائر دراج قصد التكاثر والتأقلم بهذه المنطقة. مع الفيدرالية والمركز الصيد بزيرالدا قمنا بطلب أنواع من الطرائد، طائر التدرج وكذلك طائر الحجل لعدد 339، 300 طائر تدرج و39 طائر الحجل، وذلك القصد إطلاقها في هذه المنطقة الجديد. تم اختيار هذه المنطقة لتوفرها على المياه وجميع متطلبات التأقلم الطائر الدراج. متوفر هنا عندها ومنطقة غابية اللي تأقلم مع هذا الطائر. قمنا احنا كفيدرالية ولائية للصيادين بجلفة من جلب طائر التدرج هذا او تدرج الفيزون كوما من مركز الصيد بزيرالدا، طبعا بالتنسيق مع محافظ الغابات وجمعيات الصيد، من اجل اعمار الحياة البرية في هذه المنطقة. من هذه المبادرة ان تتكاتف جميع جهود السكان المحليين مع الإدارة الوصية للصيد مع جمعية الصيد من اجل الحفاظ على هذا الطائر وبغية السماح له معناها بالعيش. دعوات كثيرة من أجل المحافظة على سلالة طائر الدراج بمنطقة الجلفة للمساهمة في الدورة البيئية. وطنين كامل من الشعب كامل من الصيادين كامل احترام الصيد العمل على أكثره من أجل يعني في يوم من الأيام نكون إن شاء الله عدنا ثروة صيدية غابية ما شاء الله. إطلاق هذا النوع من الطيور في غابات الجلفة يساهم في التنوع الطبيعي بالمنطقة والتي لا تزال تحتاج للكثير لمثل هذه المبادرات.